لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وكلبهم باسط وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال القرطبي رحمه الله: وقوله تعالى وإذ اعتزلتموهم، قيل هو من قول الله لهم، أي وإذا اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف. وقيل هو من قول رئيسهم يمليخ. احنا قلنا الأسماء لا فائدة منها فيما ذكر ابن عطية. وقال الغزنوي رئيسهم ماكسيم لينا قال لهم ذلك، أي إذا اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون، ثم استثنى وقال إلا الله، أي إنكم لم تتركوا عبادته، فهو استثناء منقطع قاله ابن عطية. قال ابن عطية: وهذا على تقدير أما أنه استثناء منقطع، هذا على تقدير أن أهل الكهف، على أن الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون الله ولا علم لهم به، وإنما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط في عبادتهم. وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل، يعرفون معرفة غير ملزئة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فدل ذلك على أن من لم يوحد الله لم يعرفه، وإنما يقصد بلفظ يعرفون يقرون بوجوده وبربوبيته للعالم، أنه خالق السماوات والأرض. هو الأمم السابقة كان فيها من يعبد الأصنام مع عبادة الله كمشركي قريش، وكان منهم من يعبد لكل شيء يراه في الكون إلها، وهذا كاليونان والرومان والفراعنة والهنود، فإن هؤلاء كانوا أغلبهم لا يقرون بإله يعني أكبر، والباقون يعني ملك له كما كان العرب يقولون، بل كثير من هؤلاء المخالفون من الوثنيين
يعبدون آلهة كثيرة دون اعتقاد إله كبير. والظاهر أن الرومان إن صح أن هؤلاء بعد المسيح، وقلنا أن الظاهر أنهم قبل ذلك، وقد تسلط على بني إسرائيل أنواع من الملوك الوثنيين، لذلك نقول الله أعلم. قال: وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل، لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة، فالاستثناء متصل، لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله، يعني إلا استثناء، يستثنى الله عز وجل من هؤلاء المعبودين. وفي مصحف عبد الله بن مسعود: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، قال قتادة: هذا تفسيره، يعني إلا الله يعني من دون الله. قلت: ويدل على ما ذكره أبو نعيم الحافظ عن عطاء الخراساني في قوله تعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، قال: كان فتية من قوم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة، فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله. قال ابن عطية: فعلى ما قال قتادة تكون إلا بمنزلة غير. وما من قوله وما يعبدون إلا الله في موضع نصب عطفا على الضمير في قوله اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون إلا الله، يبقى معطوف على هم، على الضمير اللي هو اعتزلتموهم، ده مفعول به. وما يعبدون، ما الذي يعبدون، ما هي اسم موصول، يبقى معطوف على ايه؟ على المفعول، على الضمير. ومضمن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوى ونتكل على الله، فإنه سيبسط لنا رحمته وينشرها علينا ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا، وهذا كله دعاء بحسب الدنيا. وعلى ثقة كانوا من الله في أمر آخرتهم، يعني هم بيتكلموا على أن ربنا ينشر لهم رحمته ويهيئ لهم من أمرهم ما يرتفقون به، ما يكون رفقا لهم وسهولة في حياتهم، فقل هذا في أمر الدنيا بحسب الدنيا، وهم على يقين ثقة بالله في أن الله لن يضيعهم في الآخرة مع التوحيد. قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: كان أصحاب الكهف صياقلة معرفش بقى منسوبة إلى صقلية يعني، واسم الكهف حيوم، كل هذا لا فائدة منه. مرفقة قرئ مرفقة ومرفقة مرفقة مرفقة، وهو ما يرتفق به، وكذلك مرفق الإنسان ومرفقه، ومنهم من يجعل المرفق بفتح الميم، المرفق قلت ايه دلوقتي في قراءة تانية بقى بفتح الميم، الموضع كالمسجد،
وهما لغتان. أولا ما ذكره من احتمال أن يكون قوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله أن هذا من قول الله لهم ليس ظاهرا، إذ لا دليل على أنهم يوحى إليهم أو أن الله أرسل إليهم رسولا، ولا دليل على هذا الفصل، لأن الكلام الذي قبله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إلى قول هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، إلى قول فمن أفضل ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم، إذا هذا من كلام إيه؟ من كلام فتية بعضهم لبعض، لأنهم لم يفصل بين الكلام ما يدل على أنه كلام آخر، كلام أحد آخر. أيما كذب كبيرهم بي ولا واحد منهم، أي منهم قالوا ذلك بعضهم لبعض، لأننا ليس عندنا بيان في أن هذا كلام الكبير ولا كلام واحد منهم أو كلام بعضهم لبعض كلهم صدقوا عليه فينسب لهم جميعا. الغرض أنه لا يثبت أن هذا من قول الله عز وجل لهم، والأصل في الاستثناء لا يعني وما يعبدون إلا الله، الأصل في الاستثناء أنه متصل، والأغلب أن أو على الأقل كان هناك أمم كثيرة يعرفون الله ويعبدونه ولكن يعبدون معه غيره، ولذلك هذا فيما يظهر من هذا الكلام. قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم يدل على عزلة أهل الشرك والكفر. إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة من مخالطتهم وجب عليه الاعتزال ووجب عليه الهجرة، ولو أن يعض على أصل شجرة، ولو أن يلجأ إلى الكهوف والجبال والصحارى ويبتعد عنهم إلا أن يكون في هذه هلاكه، ولكن قد يجعل أن يعني الله عز وجل يجعل لعبده المؤمن مرفقا وينشر له من رحمته بحيث يجد رزقا في هذه الأماكن. وإذا وجد طائفة من أهل الإيمان في الأرض وجب أن يلحق بهم. وأما إذا كان في قوم يعبدون غير الله ولكنهم يتركونه يعبد الله، إما لمنزلة فيهم، يعني هو له منزلة فيهم زي العباس، فإنهم عندما ترك عبادة أوثانهم خصوصا بعد بدر تركوه، يعني كان هناك من القبائل من يكون عزيزا فيه، أو لأنهم كثير ممن يزعم من أهل زماننا أنهم يعطون الناس حرية الاعتقاد وحرية العبادة فيتركون الناس يعبدون الله. وفي بعض بلاد الكفر أحيانا في بعضها وليس كلها من يكون متمكنا من عبادة الله أحسن من بعض بلاد المسلمين، ونسأل الله العافية. الحمد لله ليس في بلادنا ولا يعني فيما حولنا في الغالب، لكن كانت هناك أحوال في البلاد التي احتلها الشيوعيون وما زالوا، وفي الهند وفي بورما وكشمير هناك يعني ضغوط كثيرة جدا. هذا الأمر مبني على هل يتمكن من عبادة الله وإظهار دينه والقيام بواجبات الدين، يبقى الحاجات دي كلها أنه يؤدي العبادات، يعبد الله وحده لا شريك له، يظهر براءته من أديانهم ومما يعبدون من دون الله، يؤدي واجبات الدين سواء كانت يعني العبادات أو في المعاملات في فعل الواجب وترك المحرم. لكن ما يجيش واحد يسافر إلى بلاد الكفر وبعدين يقول
هبيع خمرة وخنزير، طب وانا هعمل ايه؟ مش حلال. وبعدين مش هيلاقي لحمة حلال يقولوا انا هفضل ما اكلش لحمة، يبقى يقول انا مضطر. لا، ما انتش مضطر، انت هتقدر تسافر وتنتقل، ده زي انت ما انتش لاقي، او خلاص عيش على النباتات والاسماك. ويدخل في ذلك حجاب امرأته وبناته، لأن هو الأمر ده في بعض البلاد يمنعونه من ذلك، يمنعونهن من ذلك، مثل فرنسا مثلا مفيش مدرسة هتعرف تخشها البنت إلا لو إيه؟ لو قلعت الحجاب، مش النقاب، فضلا عن النقاب، النقاب ده في الشارع، نسأل الله العافية وأن يعافي المسلمين في كل مكان. وعلى كده يعني لو في بلد كده هيمنعوهن من الحجاب، لازم تكشف شعرها، لازم تلبس هدوم قصيره، يبقى ما تروحش المدرسه، والا يلزمك ايها المقيم هناك ان تهاجر وان تعتزل. فانت تعتزلهم لكي تتمكن من اقامه الدين، واشد ذلك أمر التوحيد، وأخطر ما يريدون من المسلمين موافقتهم على الشرك. ولكن باب الهجرة هو كما قال أهل العلم من كان متمكنا من إقامة الدين، وإذا كان مضطرا هناك لا يمكنه أن يعيش إلا بالربا فليهاجر. ويقال لهم وإذ اعتزلتموهم، فالإنسان مأمور بعزلتين، عزلة في الاعتقاد والعمل والقول في نفسه عن هؤلاء القوم، عن عقيدة هؤلاء القوم ودينهم وعبادتهم لغير الله، أن يعتزلهم بحيث أن يعتزل عقيدتهم وأن وعملهم، والثاني أن يعتزلهم هم، لأن الصحبة تؤثر، ولأن الإنسان على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو متمسكا فإن أولاده ينشأون في مجتمع يرون أنفسهم غرباء فيه، وأكثر الناس لا يحتملون الغربة، وإنما كفر الناس أصلا لأنهم يريدون أن يوافقوا مجتمعهم الذي هم فيه، كما قال عز وجل عن إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، عشان بتحبوا بعض ومش قادرين تزعلوا اللي انتوا بتحبوهم، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الضغوط الاجتماعية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول الناس حمله على ذلك الجزع، كل ده إرادة موافقة الناس، ونسأل الله العافية. وإلا فمن يتفكر في عبادة الأوثان؟ شيء لا يقبله عقل إنسان. هذا الشيء أفضل منك، أنت تسمع وتبصر وتغني عن نفسك بعض الغناء، تعمل تكتسب تذهب لتحضر الطعام والشراب وتأخذ العلاج، والأصنام دي لا تصنع شيئا على الإطلاق، فكيف يعبدها إنسان؟ البقرة كيف يعبدها عاقل؟ والبقرة دي هنا تتذبح وعنده مقدسة يسجد لها ويركع لها، شيء لا يقبل. حتى فكر أهل الكتاب اليهود الذين يظنون أن العالم كله مسخر لهم، والعياذ بالله، يعني كل خلق دول مخلوقين عشان كنتم، كبر ما ليس له نظير، وبالتالي فهم ينشرون الكفر في الناس، لا مانع من ذلك، لأنه مش هينجو إلا من كان يهوديا، وده يهودي إزاي؟ ما ينفعش يتهود، ده لازم يبقى إيه؟ أمه إيه؟
يهودية، يا مولود يهودي ما ينفعش. طب والباقيين يعملوا ايه؟ يكونوا عبيد العبيد. يعني هذا الكلام لا، يعني لا يمكن ان يقبل. واما اعتقاد النصارى فهو اشد. كيف تنسبون الى الاله خالق السماوات والارض القاهر الجبار سبحانه وتعالى انه يولد ويموت ويعيش وسط الناس، وانهم يصلبونه ويصرخ ولا يستجاب له؟ عجيب. ثم يكون هو نفسه هذا الاله؟ هذا والله فعلا لا يمكن ان تقبل العقول ذلك الا بالتقليد، الا باتباع ما عليه الناس. البلاد اللي فيها الالحاد منتشر يطلعوا يرموا الحديد، مع ان الالحاد نفسه ايه؟ غير مقبول عقلا. انت ما تقبلش بابوس محطوط في حته من غير ايه؟ من غير صانع له ولا على شكل، ده ما يعني لو حفروا كده ولقوا دبابيس هيقولوا كان فينا بشر، يلاقوا حجاره بس منحوته يقولوا دي ادوات ايه؟ حجريه، يبقى دلائل على وجود البشر. يعني ما حدش قال الضفادع عمل الدبابيس ولا القرود عمل دبابيس، ده ولا مسمار. فضلا بقى عن انتوا شايفين ده كله. طب اذا رايتم ما هو يعني اعظم في خلق السماوات والارض وفي خلق انفسكم من كل اللي انتوا تصنعوه، اللي انتوا مش عارفين تصنعوه، تعرفش يعملوا زيه لغايه النهارده. يعني جزيئ بروتين ما يعرفوش يصنعوه في المعمل. يعني درسوه كده عندنا، بيقول ايه؟ من شروط وجود جزيئ البروتين الحاجات الاساسيه والماده الحيه. يعني لازم نيتروجين وكربون واكسجين وهيدروجين، كل دي المركبات دي اساسيه زائد الايه؟ الماده الحيه. من غير ماده حيه ما يعرفوش يكون جزء بروتين. فازاي الناس اصلا تقبل مثل هذه العقائد؟ ليس الا التقليد. فالذي يخاطر بترك اولاده حتى اما يلحدوا او يتنصروا او حتى فقط ترفض البنات الحجاب ويرفض الذكور الصلاة في وقتها ويرون ذلك تشددا، ده لو ما فيش الا كده بس، فضلا انهم يغيروا دينهم اصلا والعياذ بالله، يبقى انت مأمور عند ذلك بالاعتزال. لو ما لقيتش الا كهف يبقى يلزمك، لو ما لقيتش الا جبل يبقى يلزمك. فلا يصح ابدا بمسلم ان يبقى في بلاد الكفر وهو عاجز عن الالتزام بواجبات الدين وترك المحرمات. مش قادر يبقى خلاص يعتزل. واجب عليه ان يعتزل ما يعبدون. كما ذكرنا ان العزلة اذا وجد طائفة من اهل الايمان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. يبقى الواجب ان انا اكون مع الجماعة، واذا لكم واذا كان لهم جماعة حتى ولو لم يكن لهم إمام فانهم قادرون على إقامة واجبة الدين. لأن حذيفة قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. والكلام ده مش هيحصل في الأرض كلها، ولكن في مكان ما. يبقى انت تلك دي اللي هم دعاه على ابواب جهنم، يبقى لابد وان تتجنبهم ولو لم يكن الا ان تعض على اصل شجره فتموت وانت عاض عليه. بس ما تتبعش اهل البدع والضلال واهل الانحراف والتقاتل على الدنيا، لا تكن مع هؤلاء. لكن اذا لم تجد هؤلاء الفتي عملوا ايه؟ وجدوا طائفه بتاعتهم بس اللي هم السبع افراد وثامنهم كلبهم، وجدوا هؤلاء فلزعوا بعضهم بعضا وفروا الى الكهف، اووا الى الكهف. الاعتزال نوع من الفرار للدين، فان كان الى طائفه مؤمنه فهو انفع انواع اعتزال الكفر والكفار. واما الاعتزال في الكهوف والغيران فليس مطلوبا في ذاته، لكنه مطلوب عند الضرورة، كما سبق أن ذكرنا ذلك
في المرات السابقة، في قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، رجاء رحمة الله. وتأمل أنهم أووا إلى الكهف، كهف ضيق ولا واسع؟ ضيق. فرجوا إيه؟ أن ينشر الله لهم، يصبروا نفسهم ويواسونها، ويرجون من الله أن يعطيهم أفضل مما تركوا. هم دخلوا في الضيق لله، فالله ينشر لهم من رب من رحمته، ينشر يوسع لهم، يعمهم برحمة منه، يبسط لهم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته. وكل من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. ولذلك رجوا نشر الرحمة لما رأوا ضيق الكهف. ثم إنهم كانوا في عيشة مرفهة، كانوا في مساكن، ويقال أنهم كانوا أبناء ملوك، وكانوا أبناء أمراء، والمرافق اللي هتبقى موجودة في الكهف هتبقى ايه؟ هيناموا ازاي؟ السرير بتاعه هيبقى شكله ايه؟ والمخدة هيبقى شكلها ايه؟ وعلى فكرة ناس كتير جدا يعني تتبع الباطل عشان هو ما يقدرش. انا اقدر ان انا امشي كده وانام على التراب مثلا، ده الناس بتبقى في امن وعافية، بس ما ينفعش يناموا على التراب في ليلة مزدلفة كم ساعة بس، كل الناس عمالة تمشي بدري حتى ولو من غير الاعذار. ليه؟ مش عارفين ننام. نعمل ايه؟ نقعد بقى مستنيين بفارغ الصبر. ده الرسول عليه السلام رقد ونام، يقول لك انا مش عارف انام، ما يعرفش ينام. والسجون صعبة اوي اوي اوي. ليه؟ عشان ما فيش فيها ايه؟ سراير ومخدات. نسأل الله العافية. فهم لما وجدوا قلة المرافق في الكهف رجوا أن يهيئ الله لهم من أمرهم إيه؟ مرفقة، شيئا يرتفقون به. سبحان الله، يقين الفتية كان عظيما بالله عز وجل، وهم تركوا لله سبحانه وتعالى ما كان ساعة إلى ضيق ظاهر رجوا منه أن ينشر الله لهم رحمته، وإلى مكان وعر ليس فيه يسر ولا رفق ولا ما يرتفق به، فرجوا أن ينشر الله، أن يهيئ الله لهم من أمرهم مرفقا. وقد فعل سبحانه وتعالى، وجعل لهم نوما هنيئا 300 سنين وازدادوا 9. تخيل واحد نايم من غير مخدة ومن غير مرتبة ومن غير حاجة، ويقعد 309 سنة ايه؟ نايم. كان نايم بشكل نايم شكل عجيب قوي، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. ونفوسهم بقى الله اعلم بقى ايه؟ هيحلموا بايه؟ ويبدوا ايه؟ بس المهم انهم ما عموش تعبانين، بس ها لهم منظرهم فقط. الغرض المقصود ان الإنسان إذا لجأ إلى الله ورجع رحمته وترك من أجله أشياء يحبها، فإن الله يجعل له أفضل مما يحب، يهيئ له رفقا ويسرا ورحمة وبسطا وسعة بإذن الله تبارك وتعالى. فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.